متابعيني الغاليين، اليوم رح نعمل مع بعض جاتو كتير سهل، بدون بيض وبدون عجن ولا خفق ولا أطيب ولا أزرف ولا أبسط، كتير كتير سهل والطعم ولا أروع. رح نبدأ مع بعض تحضير الجاتو السحري. أول شيء نبدأ من المكونات الجافة اللي هي طحين والسميد والسكر. والبيكنج باودر والكربولة. نخلطهم مع بعض كتير منيح ليتجانسوا. بعدها منقسم الخليط لثلاث أقسام متساوية. هذا الشكل. هلا بننتقل لتحضير الحشوة. الحشوة أي فواكه بتحبوها مفضلة عندكم، أنا المفضلة عندي هي الفريز. قطعنا الفريز مثل ما نكون شايفين تقريبا شي كاستين، ومنحط معلقة عسل اختياري. طبعا الحشو إن كان الفريز أو أي نوع من أنواع الفواكه هو اختياري، والإضافات الثانية كمان اختيارية مثل جوز الهند هلا اللي أنا عم أضيفه كمان اختياري، كل واحد هو ذوقه شو بيحب إضافات. طبعا أنا طبقت هاي الوصفة مع التفاح، برش التفاح والجوز والقرفة، وكان كتير كتير كمان طيب. رح أعمل حلقة إن شاء الله كيف رح نعمله للتفاح، طبعا كمان طعمته خيال. منحركه كتير منيح، منخلطه كلهم سوا ونجهزهم للتطبيق. هلا منجهز المكونات السائلة، هي الحليب الساخن ومندوب فيه الزبدة. طبعا المقادير كلها موجودة بصندوق الوصف وعلى الشاشة. هلا طبقنا طبقة المكونات الجافة، بعد شوي من الحشو، بعد طبقة تانية من المكونات الجافة، هيك لصاروا ثلاث طبقات، يعني ثلاث طبقات مكونات جافة وطبقتين حشو. هلا بدنا نعمل ثقوب مثل ما نكون شايفين، بعود خشبي بطرف معلقة أو أي شيء يساعدكم على أنه تعملوا ثقوب بهالشكل. هلأ منسقيها بالسائل اللي هو الحليب والزبدة مثل ما نكون شايفين، ليتبلغ كل القالب ويتغلغل داخل القالب والثقوب. بالفعل انه سحري، بالفعل انه شيء رائع. هيك بعد ما انتهينا منحطه بصينية اكبر للقالب، ومنحطه على فرن بفرن حرارة 180 محمى مسبقا لمدة ساعة، وهي النتيجة بعد ما انتهينا. شوفوا الشكل قديش روعة وقديش بشهي وكتير كرانش. طبعا بنقدر نزينه بالسكر جلاس
أقوى شي فيه. هلأ لازم نجرب وندوق شي فظاع كتير 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 طيب. لازم تجربوا وتعطوني رأيكم، وإذا عجبكم تكتبوا لي بالتعليقات. وصحة وميت هنا سلف، وشكرا للمتابعة.